مشاهدينا، ميعاد موجز لأهم الأخبار مع لاميا. شكرا شاذلي. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الدول جوار السودان بمقر البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك بالتنسيق بين مصر والتشاد، وذلك وفقا لنتائج اجتماع إنجامينا في 7 أغسطس الماضي. وخلال الاجتماع تم التأكيد على اعتماد خارطة الطريق التي تمت بلورتها خلال اجتماع إنجامينا والتوافق على تنفيذ بنودها من خلال تضافر جهود دول جوار السودان لاتخاذ إجراءات محددة تشمل الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية للتعامل مع الأزمة الراهنة وضمان استقرار واحترام سيادة السودان. كما استعرض الاجتماع جهود دول جوار السودان لتسوية الأزمة واتصالاتهم بمختلف الأطراف السودانية والتنسيق القائم بين دول الجوار والآليات الأخرى التي تتناول الأزمة في السودان. وقد اتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق والتواصل وعقد الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء خارجية دول جوار السودان في القاهرة في تاريخ قريب يتم الاتفاق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية لتقييم ما يتم إنجازه في سبيل تنفيذ بنود خارطة الطريق. التقى وزير الخارجية سامح شكري وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالة الطوارئ مارتن جريفيث، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقدة حاليا بمدينة نيويورك. وخلال اللقاء استعرض شكري الجهود المصرية لتوفير المساعدات الإنسانية للأشقاء السودانيين منذ بداية الأزمة، والترحيب أيضا باستقبالهم في مصر وتلبية احتياجاتهم الإنسانية والغذائية والصحية. كما حرص شكري على اطلاع جريفيث على جهود مصر للتوصل إلى حل للأزمة ونتائج اجتماعات آلية دول جوار السودان. هذا وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية حشد الدعم الدولي لتلبية الاحتياجات الغذائية والصحية والتنموية والنفسية للوافدين من السودان في دول الجوار. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن الدول الأوروبية التي لم ترفع الحظر عن استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية تساعد روسيا. وفي كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أضاف زيلنسكي أن أوكرانيا أطلقت ممرا مؤقتا للصادرات من موانيها تعمل على الحفاظ على ممرات البرية لتصدير الحبوب. حثت الصين على زيادة التواصل عبر الحدود مع روسيا وتعميق التعاون المتبادل في مجالات التجارة والاستثمار. وأجرى وزير التنمية الاقتصادية الروسي محادثات حول التعاون الاقتصادي مع وزير التجارة الصيني في بكين بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى موسكو لإجراء محادثات أدت إلى تأكيد زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى بكين الشهر المقبل. وقال وزير التجارة الصينية وانغ ويني تاو خلال محادثات بكين أن التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني الروسي يزداد عمقا في ظل التوجيه الاستراتيجي لرئيسي البلدين. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن زعيم الكورية الشمالية كيم جونغ أون عاد إلى بيونغ يانغ عبر قطاره الخاص بعد رحلته إلى روسيا. وأوضحت الوكالة الكورية الشمالية أنه كان في استقبال كيم كبار المسؤولين وحرس الشرف في محطة قطارات، وصفة الرحلة بأنها خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا. يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع المقبل في البيت الأبيض قادة منتدى جزر المحيط الهادئ. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن بايدن سيجدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالأولويات الإقليمية المشتركة بما في ذلك التغير المناخي والنمو الاقتصادي ومكافحة الصيد غير المشروع، مضيفة أن الرئيس الأمريكي سيستمع من القادة إلى كيفية زيادة التعاون للتصدي لتحديات العصر المتزايدة. ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي بأن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين. وأوضحت وكالة رويترز أن مخزونات الخام انخفضت بنحو 5.25 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 من سبتمبر الجاري، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 730 ألف برميل، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 258 ألف برميل.
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة سواحل الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا بحسب ما أعلنت السلطات. وقال المركز النيوزيلندي للمسح الزلزالي إن زلزال وقع على بعد 124 كيلومترا غرب مدينة كرايست تشيرش وعلى عمق 11 كيلومترا، مضيفا أن حوالي 15,000 شخص أفادوا بأنهم شعروا بالهزة الأرضية، بينما لم يسجل وقوع خسائر بشرية أو أضرارا مادية من جراء الزلزال. رياضيا، يستضيف المقاولون العرب اليوم فريق بلدية المحلة في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يحل إنبي ضيفا على الداخلية، بينما يلتقي سموحة مع الجونة. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.